يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين، بلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله جل وعلا كما أمركم، والزموا عروة الإسلام الوثقى، فإنها الزاد وبه المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الإيمان، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، عنوان اللقاء بحول الله تعالى تزكية النفس. كيف نزكي هذه الأنفس؟ وتزكية النفس من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب. تزكية النفس، فما هي تزكية النفس؟ وكيف نزكي هذه النفس؟ لأن الفلاح والنجاة والفوز مرهون ومقصور على تزكية هذه النفس، كما لا يخفى على شريف علمكم، فالإنسان مكون من عنصرين أساسيين: عنصر جسدي وعنصر روحي، بما فيه النفس وحقيقتها علمها عند الله، كما أن الروح حقيقته عند الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن الله جل وعلا أرشدنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزكي هذه الأنفس، كيف نرتقي، كيف نصل إلى الله جل وعلا ونقترب منه بتزكية هذه الأنفس. قال الباري جل في علاه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
قد أفلح من زكاها. فكيف نزكي هذه الأنفس أيها الإخوة الكرام؟ وما هي التزكية؟ التزكية في اللغة هي النماء، هي الزيادة. نميت مالي أي ازداد بالتجارة، بالمرابحة، بما هو مشروع طبعا حتى ازداد المال. كما أن الزكاة تنمي المال، حينما يزكي الإنسان المال كما أمره رب العباد ينمو ماله ويطهر، فكذلك النفس أيها الإخوة الكرام، فمن زكاها طهرت وانقادت لأمر ربها واستسلمت لبارئها جل في علاه. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستسلام، أمرنا بالانقياد، أمرنا بالانقياد له سبحانه جل في علاه، في الرخاء والشدة، في كل أمور حياتنا أن نستسلم لله، لأنه أعلم، هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح للخلق. إخوة الإيمان، العنصر الأول الذي خلق منه الإنسان هو الجسد، والجسد كما تعلمون مكون من دهون وشحوم وجير وحديد وما إلى ذلك ورصاص. هذه الأشياء التي جعلها الله عز وجل في جسد الإنسان بقدر وحكمة متناسقة، لو اختل شيء من هذه المكونات في جسد الإنسان لأصيب الإنسان بالمرض، ولصارع المرض، يهرع إلى الطبيب، يبحث عن من يرقيه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فيصارع الإنسان المرض مخافة أن تفوته الدنيا الفانية بملذاتها وشهواتها، فتجد الإنسان المسكين يعتني بالجسد وينسى الروح. والروح هي الإنسان. أيها الإنسان، أنت بالروح إنسان لا بالجسد إنسان. أنت بالروح إنسان، فاعتني بالروح قبل أن تعتني بالجسد. يا من يتجمل، يا من يتطيب، يا من يغتسل، يا من يا من، هذا كله جميل وحسن، لكن إذا جملنا الباطن، إذا تزينت النفس والروح والقلب وطهروا فأنذاك، فإن ظهر شيء على محيى الإنسان على ظاهره فهذا حسن. أما أن يكون الإنسان منيرا مضيئا ظاهرا بمظهر حسن لكن الروح والنفس خبيثة، فهذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزكية الأنفس أيها الإخوة الكرام يجب علينا، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، يجب على الإنسان أن يعتني بنفسه، يجب عليه أن يعتني بنفسه ويزكيها ويجاهدها ويبحث عن ترقيتها. تترقى هذه النفس حتى تتعلق ببارئها وتترك سفاسف الأمور. فالنفس إما أن تتعلق بالسماء، وإما أن تتعلق بالخلاء، إما أن تتعلق بالسمو، وإما أن تتعلق بالسفل. ولهذا بعظم هذه النفس التي خلقها الله جل في علاه أقسم بها سبحانه في أطول قسم في كتاب الله في سورة يحفظها الصغير قبل الكبير. لكن أين المتأملون في كلام الله؟ أين الذين يبحثون عن معاني كتاب الله جل في علاه؟ لأن القرآن أمرنا الله جل وعلا بالتدبر، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن؟
مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم إخوة الإيمان، فالاعتناء بالجسد كما قلت هذا تحصيل حاصل، لكن الاعتناء بالنفس، بالقلب، بالروح، هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب، وبه النجاة وبه الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم إخوة الإيمان، التزكية هي تطهير النفس وتنقيتها وتتخلى عن كل الرذائل التي لا تليق بها، لأن الله جل وعلا خلقها في أحسن صورة، خلقها كما أراد، خلقها كما أراد، فأرادها أن تكون كما أراد، أرادها أن تكون طاهرة، أرادها أن تكون نقية، أرادها أن تكون صادقة، لأنها مناط محل نظر الرب جل في علاه القلب والنفس. فإن طهرت النفس طهر الجسد، وإن خابت النفس وإن طهر الجسد فلا ينفع الطهر. نعم أيها الإخوة الكرام، فكيف نزكي هذه النفس؟ كيف نزكي هذه النفس العظيمة التي قل أقسم الله جل وعلا بها في أطول قسم في كتاب الله في صورة يحفظها الصغير قبل الكبير، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. الله عز وجل يلفت انتباهنا إلى هذه المخلوقات العظام. أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، أقسم بالليل، أقسم بالنهار، أقسم بالسماء، أقسم بالأرض، كلها معرفة. ثم قال ونفس دون أل، فجعلها نكرة، والنكرة في اللغة تفيد العموم، أي كل نفس، كل نفس، ونفس سواها، سواها فأحسن خلقتها وصورتها، لكن الإنسان ضيعها بأن تعلق بسفاسف الأمور وتعلق بالدنيا وأعطى للدنيا أكثر من حقها. لأن الله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن أحسن كما أحسن الله. فقال ونفس وما سواها. فلما أقسم الله عز وجل هذا القسم الطويل 11 قسم، ثم قال فألهمها فجورها وتقواها، جواب القسم. إذن نفس الإنسان تحمل كل الأضداد، نفس الإنسان تحمل الخير وتحمل الشر، تحمل الخلق الحسن وتحمل الخلق السيء، تحمل الإيمان وتحمل الكفر. هذه النفس إن عالجناها وزكيناها وارتقينا بها صار الإنسان عبدا لله حقا وصدقا، وإن نحن ضيعناها واهتم الإنسان بجسده ونسي النفس والروح والقلب صار عبدا للهوى، صار عبدا للهوى والشيطان، وتلاعب به الشيطان كما يريد. فما أحوجنا إلى أن نرتقي ونزكي هذه النفس حتى نسعد في هذه الدنيا ونسعد في الأخرى. فكيف نزكيها وما هي الوسائل؟ هذا ما سنتعرض إليه في الخطبة الثانية. استغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام. وبعد إخوة الإيمان، هذه النفس العظيمة التي كما قلت عظمها الله وأقسم بها تحتاج منا إلى تزكية وتنقية وتطهير. كيف نطهرها وكيف نزكيها؟ الكيفية معلومة في كتاب الله. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال في آية أخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم شيء ترتقي به هذه النفس هي العلم. العلم، تعرف على ربك، تعرف على نفسك، من أنت؟ هل أنت فعلا حققت العبودية وتقول أنا عبد الله؟ فالعبد ينبغي أن يستمع لسيده وأن ينقاد لسيده، ليس حرا طليقا. أنت عبد لله، أمرك الله افعل ولا تفعل. فهل أنت فعلا حققت هذا حتى ترتقي بنفسك أم لا؟ والجواب عند كل أحد، كل واحد غادي يجاوب على رسول. واش أنا فعلا داكشي اللي تقول يالله تنديرو ولا ما تنديروش؟ هذا السؤال محتاج كل واحد يجاوب على رسول. هل أنا فعلا يجدني الله حيث أمرني ويفقدني حيث نهاني؟ أم أنا أخبط في الدنيا خط عشواء؟ غادي وصافي، تنعيش كي بغيت. أنت لست حرا، أنت لست حرا. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله. فإن لم تكن عبدا لله فأنت سجين الدنيا، سجين الهوى، سجين الشيطان. فمتى نحقق هذا الرقي؟ الأولى أن يكون للإنسان ورد يومي دائم يقرأ فيه ما تيسر من كتابه. لا بد، كما أن اليوم لا يفوتك تأكل فيه لينمو جسمك، الجسم ديالك خصو ياكل حتى إذا كنت صايم تاكل آخر النهار. فكيف للروح أن تنمو؟ وكيف للنفس أن تسمو وأنت لا تقرأ شيئا من كتاب الله؟ وكتاب الله، آيات الله عز وجل، بها تسمو النفوس، بها تطهر القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لأن القرآن هو الذي يوريك الطريق، القرآن هو الذي يوريك فين توقف، القرآن هو الذي يقول لك شنو غادي تدير، اشنو اللي ما خصكش تدير. انت ما تقراش القرآن باش غتعرف هذا الشيء. ولهذا صارت عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا غالبها يخالف شرع الله، غالبها. ما كاين شي واحد البدع، بغينا نعرسوا البدع، بغينا نزوجوا البدع. لماذا؟ لأن كتاب الله وسنة نبينا تركناها خلفنا ذكريا، فصارت الأعراف والعادات والتقاليد هي التي تقودنا وتحكمنا. فلا بد من كتاب الله، وكتاب الله قراءة فقط تسمو به النفوس، لأنه مبارك. غير كون أنك تبقى تقرأ القرآن اليوم على غدا اليوم على غدا، لا بد أن ترى أثر هذا القرآن في حياتك وفي نفسك. ها
هذه الأولى. الثانية ذكر الله، لا تغفل عن ذكر الله. خرج من الدار اذكر الله، داخل الدار اذكر الله، بغي تأكل اذكر الله، تفكر في الله عز وجل في كل لحظة، حينما تأكل، حينما تشرب، حينما تمشي. ملي تتاكل ديك اللي شكون اللي هزها، ملي تتمشي دوك الحركات ديك شكون اللي وفقك، ملي تتشوف شكون اللي عاونك باش تشوف، ملي تدوق وتدوق الحقيقة شكون اللي وفقك غير الله. فتذكر الله، هذا هو ذكر الله بالقلب والقالب، هذا هو ذكر الله الحقيقي باللسان وبالجوارح. يقول الله جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول، الذين يتفكرون. هذا هو التفكر، لأن الذكر يولد الفكر، والفكر يجد لك حلولا في مشاكلك، يجد لك حلولا فيما تعيشه في هذه الدنيا، لأن القرآن نور، القرآن نور، وهو أعظم الذكر، وهو أعظم الذكر. يقول الله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طبعا لا يستوون، ما يمكنش واحد إنسان تذكر الله وعارف أي نعمة يشكر عليها الله سبحانه وتعالى ويسبح الله ويستغفر الله، واحد إنسان نعمة في هذا العالم، وخصوصا الشباب أخذهم الهاتف ما ترك لهم وقتا حتى للدراسة، فضلا عن ذكر الله عز وجل. شد التليفون، راكب باشكي شد التليفون، طوموبيل شد التليفون، ناعس شد التليفون، فايق شد التليفون، فمتى نستيقظ؟ متى نستيقظ؟ هذه وسائل، سلاح ذو حدين، إن أحسنت استعماله وفقت، وإن أسأت استعماله فلا تلومن الناس. ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة، أو منزلا يوم القيامة، أو مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، حسن الخلق، به تزكو هذه النفس. إن تخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة ويخلي الأخلاق الرذيلة السيئة باش تسمو النفس ديالك، فكيف تسمو بالعلم، بذكر الله، بقراءة القرآن، بمجالسة الأخيار، مجالسة الأخيار، وحذار من سراق الأوقات. نعم، احذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، والصاحب ساحب، الصاحب ساحب، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. خير الجلساء من ذكركم الله رؤيته، وذكركم الآخرة عمله، وزاد في علمكم منطقه. هل أنت كذلك؟ واش انت هكا؟ واش صحابك هكا؟ يذكرونك بالله؟ إن غبت تفقدوك، وإن أسأت قوموك، وإن استنصحت نصحوك. هذا هو الصديق، هذا هو الأخ، هذا هو الخليل، هذا هو الحبيب. حبيبي من أهدى إلي عيوبي. نعم أيها الإخوة الكرام، أخوك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فتجد هذه النفس ترتقي وتزكو وتسمو بهذه الأخلاق وبهذه المعاملات. نعم أيها الأخوة الكرام، المصاحبة بها تزكو النفس. إذا هذا شيء يسير، أما الطرق فهي عديدة، وأعظمها كما قلت العلم. ولكن من أين نأخذ العلم؟ نأخذ العلم من مصدره، ماشي في شيخ جوجل،
والنهار قالوا هو في الانترنت ما صلى ما مشى للجامع ما والو كيف تتعلم تلقى طريقه خصو غير سؤال باش يفهم شي مساله كلمه واحده ما فهمهاش شو اللي غايسول فلا بد من اخذ العلم من مصادره يقول الله تعالى اي ان تاخذ العلم من العلماء الربانيين المعلم الذي يخاف الله قال تعالى ولكن كونوا ربانيين ان تكون مربي قبل ان تكون معلما قبل ان تكون عالما ان تكون رحيما فوجدنا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما كان رحيما فعلمه الله ليعلم فلا بد من الرحمه ثم ان تكون مربيا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فبهذا يستفيد الانسان ويرتقي الانسان في سيره الى الله جل في علاه هذا ما تيسر اراده ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعل اقوالنا وافعالنا خالصه لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوه الكرام لا يخفى عليكم ان المساجد وبيوت الله هي افضل البقاع ما انفق عبد مالا قليلا او كثيرا على شيء افضل من بيوت الله وهي من الصدقات الجاريه التي يبقى اثرها حتى بعد وفاه الانسان فاخوانكم يطلبون يد العون والمساعده لكن اقول اعينوا انفسكم قبل ان تعينوه فالانسان حينما يعطي يعطي لنفسه انت تتصدق على نفسك هذه الصدقه ستجد اثرها وستجدها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان دليل على صدقك اذا بغيت تعرف راسك واش نيشان شوف الصدقه شوف ديك الصدقه واش تجدها طيبه بها نفسك ام لا نعم ايها الاخوه الكرام فلا تبخلوا على انفسكم ولا على اخوانكم حتى يتم لهم هذا البناء ان شاء الله تعالى والمساله الاخرى اخت لنا مريضه تعاني الما شديدا نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ونساله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب اللهم اكشف ما بها من بأس اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره في رضاك الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومًا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم فرج كروبنا اللهم اهدنا سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها واعظم امر تزكو به النفس ايها الاخوه الكرام هو الدعاء الدعاء وما ادراك ما الدعاء الدعاء وما ادراك ما الدعاء نحن فقراء الى الله نحن فقراء الى الله فنلتجئ الى صاحب الامر الله سبحانه وتعالى فندعوه مفتقرين اليه مفتقرين اليه ونتادب في دعائنا حتى يستجيب الله دعاءنا ونبحث عن اسباب استجابه الدعاء ونعوذ بالله جل في علاه من موانع استجابه الدعاء من اكل الحرام ومن فسق وفجور حتى اذا دعونا الله جل وعلا استجاب دعاءنا ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين ويقول الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.